خلينا نكمل ايضا. عايزه اقول لكم ان هو اذا كان عيد للشرطه هو عيد للمصريين، هو عيد لانه انت بتلاقي في كل موقع بيرجع فيه التاريخ بتلاقي انه هذه الاعياد سجلت من اجل بساله شديده جدا. خلينا ناخد كلمه اللواء سعد محمد الديهي والد الشهيد النقيب احمد الديهي الضابط بقطاع الامن المركزي بالاسكندريه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير ذكرى استاذ شفك، ازي حضرتك؟ يعني طبعا كل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه وانت تتذكر يعني انه ابنك الغالي الحقيقه قدر يقدم الامن والامان لهذا الوطن. كل سنه وحضرتك طيبه، والتلفزيون المصري والاعلام ومصر كلها وسياده الرئيس كله بخير ان شاء الله عليكم جميعا. طبعا يا ذكرى 25 يناير بتذكرنا بالشهداء وتذكرنا بأولادنا اللي ضحوا بأنفسهم، احنا بنحسبهم شهداء عند الله طبعا. الدولة بصراحة كل سنة في 25 يناير بتكرم أسر الشهداء طول العام. وزارة الداخلية ما بتقصرش معانا في حاجة، واحنا يعني ده رسالتنا والشرطة دي رسالة ورسالة وقدمناها والحمد لله والشكر لله. آخر مكان كان فيه الشهيد؟ كان في الأمن المركزي في العمليات الخاصة في اسكندرية. وتم الاستشهاد فيها؟ كان في طالع القبض على مجموعة من الإرهاب في منطقة برج العرب في اسكندرية، واستشهد فيها يوم 23/4. يعني حنظل نذكر كل هذه البسالة وهذه الوطنية. الحقيقة الشهداء بيقدموا أنفسهم من أجل هذا الوطن. أنا بشكرك شكرا جزيلا اللواء سعد محمد الديهي والد الشهيد النقيب أحمد الديهي الضابط بقطاع الأمن المركزي بالأسكندرية.